امبارح الحقيقه ابرز ما تم خلال جلسه وزير قطاع الاعمال بعد ما تم الاستماع الحقيقه من رئيس مجلس النواب لاعداد ضخمه من النواب كلهم كان له وجهه نظره. تحول الامر الى لجنه خاصه، هتبقى اظن لجنه القوى العامله وممكن تكون معاها لجان تانية وهتستمع الى وجهات النظر. والحقيقه النهارده او امبارح بالليل الحقيقه وزير قطاع الاعمال قال تصريح في منتهى الأهمية، قال إنه مستعد لسماع أي مقترح جدي لتغيير رأي وزارته تجاه مصنع الحديد والصلب. ده الكلام ده قاله مع زميلنا شريف عامر على الام بي سي، وقال كمان لموقع مصراوي إنني مستعد لسماع أي رأي يجعلني أغير رأيي في قرار تصفية الحديد والصلب. ده كلام كويس، عندنا بقى آرائنا وعندنا خبرائنا وعندنا المتخصصين، وانا بتمنى ان السيد الوزير يكون حاضر في كل اللجان ويسمع وجهات النظر، وانا متاكد ان الخبراء والمتخصصين وزملائنا النواب لديهم ما يمكن ان يجعلنا نصل الى قاسم مشترك ان الشركه دي تقف على حيلها وان تبقى موجوده وان احنا نصلح اي شركه بدل ما نقفلها طالما ان الاصلاح موجود. لان شركه زي الحديد والصلب دي عندها أراضي وعندها إمكانات بالمليارات، مليار واحد بس يصلحها. فتعالوا نتفق، محدش عايز الدولة نزيف الدولة زي ما أحد الزملاء طلع امبارح يقول لك شوية الناصرين. لا يا حبيبي مش شوية ناصرين، ده الشعب المصري كله ومجلس النواب كله، دي قضية وطنية مش قضية ناصرية ولا قضية غير كذا، لا مش دي، ده مش صراع أيديولوجي، ده صراع على المصلحة الوطنية بالأساس. فإحنا الحقيقة مبادرة كويسة اللي قالها السيد الوزير، نتمنى بالفعل، راجل بيقول أنا مستعد أتراجع إذا يعني قدرت أسمع اللي يقنعني. كويس، تعال، وإذا مجلس النواب وإذا مجلس الوزراء خدوا قرار برضو دي كويس، تعال نقعد ونوصل لحل ننقذ بيه عمالنا، ننقذ بيه أهلنا، ننقذ بيه شركاتنا الوطنية اللي إحنا عايزينها تقف على رجليها. عندنا مشكلة في الأسمدة، تعالوا يا جماعة أنا هنقول ليه على السويس، أنا هتكلف المليارات دي ليه، لا تعالوا نقعد ونتواصل لحل. هل بقاء الشركة هنا أفضل ولا أننا نقولها وبدل ما هم 2500 و5000 غير مباشر أودي هناك 400 واحد وخلاصها كده؟ لا، احنا عايزين استقرار في البلد، نريد استقرار، نريد عبور آمن، نريد أن نمضي بالبلد إلى الأمام، مش عايزين أي حاجة تفجر المجتمع من ورانا ولا أي حاجة. عندنا رئيس وطني واخد مواقف كويسة بيعمل إنجازات محترمة، بكرة إن شاء الله هيبقى فيه بورسعيد افتتاح أو خلال الساعات القادمة هيبقى في أكبر افتتاح لمزرعة سمكية كبرى. يعني كل يوم بيفاجئنا الرئيس بإنجاز، كل يوم بيفاجئنا بحاجة كويسة جدا.